القطاع اللوجستي ليس النقل فقط بل يشمل كل شيء، تسهيل التجارة، يشمل التخزين، يشمل التوزيع، شريان رئيسي في الاقتصاد. لذلك هناك يعني في رؤية 2030 أمر واضح من أهداف الرؤية أن تكون المملكة مركز لوجستي عالمي، ونعمل مع القطاع الخاص كما ذكرت لتحقيق هذا الهدف. جامعة حقيقة كمعنية بالتعليم ومعنية أيضا ببناء الموارد البشرية على مستوى المملكة حريصة جدا مثل ما المشاركات النوعية، لأن حقيقة الخدمات اللوجستية واحدة من المجالات الواعدة في المملكة، والجامعة أيضا لديها تخصصات قريبة من هذا المجال سواء كان في مجالات الهندسة الصناعية أو في مجالات لإدارة الأعمال أو في مجال أيضا الحاسب الآلي، وجميعها حيث تصب في مجال الخدمة اللوجستية، وبالتالي الجامعة مشاركتها مهمة جدا في هذا المجال. I was really happy to come to this event because it allowed me to have good interaction with a number of very smart individuals from all facets of the transportation and logistics industry in Saudi Arabia. The future is going to be very bright, and I'm looking forward to coming back again and again and seeing the progress as it occurs.